واش لي زامي السلام عليكم، فيديو جديد فلوق جديد من موسم الكراك. المهم اليوم كاين في موسم جديد كيف ما قلت لكم من خلال 44 موسم الكراك، ونحاول ماكسيموم نبارطاجي معكم الاجواء ديال الموسم. غادي نبارطاجي معكم اليوم الاجواء هنا كيفاش دايره في هذا الموسم هذا. نروح لكم الزاويه لهيا الزاويه غنمشي عند بعد التالية غنمشي لفاش دار ان شاء الله. غنصور لكم شنو كاين دابا غنصور لكم الموسم ونسجلوا ونعيشوا معكم الاجواء ديال الموسم. المهم كيف الاجواء ديال الموسم لان الموسم كاع بقى في الوادي تحت الناس كانوا يسيروا فوق مع العائلات ديالهم. المهم كيف الاجواء ديال الموسم ان شاء الله اليوم غنمشي نصور لكم الاجواء. خليكم على البدايه الاخرى باش تسمعوا الاجواء ديال الموسم، باش اللي ما حابش حد انه يجي يحضر الموسم ان شاء الله من خلال الفيديو انه يستمتع كذلك يعيش الجو ديال الموسم. كيف ما قلت لكم هنا في الموسم كاين بزاف ديال الاكتيفيتي من بين الانشطه اللي زوانه بزاف. انا الحلقه كدار هنايا اليوم ما كاينش غير الحلقه ديال الضحك هنا كيردو الخراجه من كاين العام. اليوم غادي نمشيو نبارطاج معكم لقطات من هنايا. المهم الخراجه هنايا نمشيو معكم شي لحظه والله وعد هذا يلا
المهم هاد الدريات اللي خاصها شي خادمة جات كويشة مرا عندهم كويت ما عندهم شي ناضي كان كويشة وبس العقل من تجربة ديال كويشة احنا صراحة سيرة باقية ما عندنا منها السيرة دابا الاخوان هادو جايين بوصيفة الزاوية هنا باش نصور المهم الباصة كنا فيها دابا الأولى هي القرا هي اللي فيها ديك الفراشة كنا فيها غير الفراشة غير الأنشطة اللي كاينة غير الأنشطة اللي كاينة واش كاين لآخر حاجة إن شاء الله صراحة كاين واحد الحاجة واعرة تما مزيان شفتو بالنسبة لك ما كاين والو ولا شفتو القصة ديال الخليج اللي تما أول مرة تشوفو فزحان بزاف غادي نمشيو تما إن شاء الله كاين غادي نصور لكم أجمل نقول الحوايج اللي خاصين في الموسم هي هاد الحلوة ديال الموسم هادي مكاينش تاكلها شي بلاصة إلا في الموسم غتقدر تلقاها خاصة في الموسم هما هادي الحلوة ديال الموسم اللي قلت لك هادي كتكون خاصة في الموسم ياك غديروها 5 درهم المهم هي هذه كيف ما كتشوفوا هنا غنصور هذا هذه فيها الكوكاو شنو الاخر ها هذه مصيبه بالكوكاو هذه الزجاج المهم غادي ناخذ 5 دراهم وغنذوقوها دابا قلت لكم هذه يمكن تلقاوها في شي بلاصه غتلقاوها فقط غير في الموسم وهذه هذه مصيبه هذه المهم هذه مصيبه بالسنيده ها؟ نعم كذا 5 درهم غادي نضربها كيف ما قلت لكم هذه حلوه ما يمكنش تلقاوها في بلاصه اخرى الا في الموسم المهم غادي نجربها نشيل فيها ناضي كناضي الصراحه مذاق واعر يا سلام كتسمى حلوه الموسم عقلوا عليها مزيان ولا حلوه الدور لانها كتكون غير في هذا الموسم هذا ما يمكنش تلقاها في شي بلاصه اخرى وبالنسبة طلع الزاوية الطريق ديالها ولكن حنا غادي نطلعو على دابا غادي نمشيو نشوفو شنو كاين هنا ديك الساعة غنمشيو للزاوية نشوفو شي واحد هاد اللعيبة اللي كاينين قدام قطع عليهم هادو شفتو معايا في الفيديو الأول داك الموسم الأول شفتو معايا هادو عاوتاني لقيتهم مرة أخرى نفس البلان كيف ديك البلاصة ولكن عاوتاني كاين غير هاد الأنشطة هنا التجارية بيع وشراء صافي ولكن كاين شي حاجة شي لعيبه جديده في ديك البلاصه اللي هي غادي نجيب واحد الدوره تما نشوف شنو كاين تما المهم الاخوان البلاصه اللي جينا منها من هنا الموسم عامر هنا جينا من هاد البلاصه هذه كيف ما كتشوفوا مع الجن ديال الواد جينا من هنا صراحه انا ما طلع لي الصعيبه وغادي نمشيو هنايا غنشوفوا شنو عندنا هنايا المهم هاد الحاجه غتعجبكم خصوصا الناس اللي كان تعجز على في الحلقه غتعجبكم هاد الحاجه اللي غادي نلقاوها هنايا غنمشيو لها دابا المهم باش طلعنا هنا كاع الحلقة شكون كاين هنا الحلقة كيما قلت لكم الناس اللي ما بغاتش الجامع هنا غادي عارفين شكون كاين هنا المهم كاين لي مصاص المهم شو غادي نصور لكم خاصكم تعرفوا واش هادي فرصة ما نصيروش انا عارف البلان ديالي
نساليكم واحد الحلقه مزيانه نعيشكم الاجواء ديال الحلقه ممكن واحد الحلقه جايه نمشي لها اشنو فيها هي ضروري نصور لكم اشنو كاين فيها هاك 10 درهم ديالك هاك المهم الاخوان هاد الحلقه الثانيه ما يمكنش نصور لكم فعلا كيبرو كلام خاسر بما انه ماشي نقدر نصور لكم اشنو كاين تما المهم ديزولي كتبعونا ناس محترمين كتبعونا عائله داكشي ما نقدروا نديروا شي حاجه اللي فيها كلام خاسر كما قلت لكم اعتذر حيت ما نقدر ندوز لكم هاد القصه ولا شي حاجه غير ما نقدر ندوز منكم لانهم كيتبعونا كيف ما قلت عائلات ناس محترمين ما يمكنش اننا نطيحوا النيفو بغينا المحتوى ديالنا يبقى نقي من بين الحوايج اللي غادي نجربوه هما هاد التير المهم غنجربوا شي لقطه هنايا ضروري صراحة اللعبة واخا كبيرة مبساط ولكن شي حاجة ممكن تستغنى عليها باش تكون في الموسم ضروري غير تجرب هاد الشيء المهم هاد البلاصة كتشوف فيها الزحام هنا هي اللي غنطلعو عليها دابا هاد البلاصة هي كتسمى الزاوية أو كت هذا هو الضريح ديال السليب تشتي هنا غنطلعو دابا هنايا المهم نتمناو أنه يحل فينا حتى نصورو شي وقتات تما لأنه بغينا شي وقتنا بحال البلاصة اللي كنا سجلنا من بالي المهم غنطلعو دابا تما ونشوفو أشنو غادي نقدرو المهم غادي نطلعو هل يمكنك ان تكون هناك هل يمكنك ان تكون هناك يكونوا الولاد ديالو ولا شي حاجه غير خصنا شي واحد نسولو عليه يعطينا شي راجل كبير لا هذا الشيء يعطينا معلومات هذا هو راجل كبير اسمح لي الشريف نسولك ديال صاحبي الكبور هذا ولا ديال واش لكن ما هذا الكبور ما عرفش بلانو هذا الشيء كيف ما بعثوا لي شي كيف ما قلت لكم انا قال غير والله صدقت قال لكم هذا الكبور اللي كاين هنا راه الولاد ديال الشريف المهم انا ما صافي ما عنديش معلومات وهذا سيدي احمد هذا سيدي احمد كاين هذا السيد الاخر هنا سيدي احمد هو هذا هو هذا بالك هذا هو السيد هذا هو سيدي احمد هنا وهذا الاخرين هنايا الاخرين هنايا وهذا كبول الواد الاخضر هنا وهذا كبول الواد الاخضر هذا كبول الواد الاخضر هذاك هو طوع العفاري وهذاك الاخر العفاري وهذا طوع العفاري المهم هذا السيد هذا هنا قال لك هذا هو الواد الاخضر 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 هذا هو الواد الا
بين الحوايج قال لك هذاك سبات الخبرات مال ديال ولاد سيدي الجديد ديال الناس الجديد. المهم تقرا معك السيد وكنا دونك هنا البلاد قال لك راه اللي جا وما دارش النيه زعما راه ديالو ما كيقضاو شحال من الحوايج قال لك ما كيصدقوش ما عرفتش. المهم انا صح هذه ضحكوا ديال شي الناس راه متبعيني راه عارفين عندي تحفظ ديال شي. المهم ما بانش ليا ما بلاش. المهم غادي نخرج من تما باش تعمقت انا الصراحه ما كنحس براسي مرتاح لك هادشي داري بحال هكا ما عرفتش علاش. المهم نمشيو نقلبو شي بلاصه اخرى نشوف واش كاين في المدينه شي بلاصه اخرى. المهم هنا صافي قلنا غادي خصنا نرجعو منا باش نوريكم ديك القصاريه قلت لكم قبيله كانت القصاريه التقليديه هنا خصني نوريها لكم. المهم هذه البلاصه قلت لكم قبيله واحد القصاريه كاين هنا مبنيه بواحد الطريقه تقليديه وغندخل نجيب لكم واحد الدوره نوريها لكم حتى كيفاش دايره هنا صافي بزاف ما يتاعنا هنا على خاصة شيء سودوني كان صحاب لوز كان كاع عندنا غير تمشي سميه اللي عنده شي عشيره ديالو باش يجيب شي بيكاس شحال هذا كيصرف لها شي لعيبه 20 درهم نفسي مجهود صراحة أول مرة في حياتي كنت نمشي في قصرية من الطريقة التقليدية صراحه انا كيف ما كتشوفها غير صحاب الفاكهه كيف ما قلت لكم ضروري خصك تجي لشي بلاصه بحال هكا تاخذ البارك لا هو الزكر كاع داكشي كيسموه البارك ديال الطاوله الفيديو وصل للفينال ديالو ما وقتنا تيك هذيك بنا ندخلوا لديك القاعه ما نصور لك مشلو كاين تما بنات ما تشطوا معنا شويه كان دوماج نقدروا نصوروا كاين هنا نتلاقاو في موسم الجاي ان شاء الله الجاي جاي. المهم اسمح لي الفرصه باش انا نمشيو ليه نصور لك ما نصور لك. المهم اوفوار.